الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، زكاة الفطر شرعها الله عز وجل طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فتجب صدقة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويمتد وقتها إلى ما قبل صلاة العيد، وهذا هو وقت الفضيلة أن تؤديها وأنت ذاهب إلى صلاة العيد، وهذا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة عليهم من الله رضوان. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين إذا قعد العامل لها، ليقوم بجمعها ثم بإخراجها في وقتها الذي وقته الله عز وجل لنا. فقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها للذين يقبلونها، أي العامل، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. أما عن ماهيتها، فقد أخرج البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد. ففهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منهم ربهم جل في علاه، ووضعوا عبوديتهم موضع التنفيذ، ولم يتقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا سمع أمرا من الله ورسوله أن يقول: سمعت وأطعت. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يضرب لنا مثال الحياة عن هذا، فقال رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. يقول قائل: فما بال الأئمة الكبار الذين قالوا بجواز إخراجها نقدا، كالإمام أبي حنيفة النعمان، وكالإمام العادل عمر بن عبد العزيز؟ فنقول حينئذ: لقد رد على هذا الأمر الإمام العلم، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل، فقال رحمه الله: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذه الصدقة طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فهي طعام لا غير، فلا تتقدم بين يدي الله ورسوله. يا عباد الله، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، وطبقوا ما أمركم به مولاكم كما أمركم جل في علاه. أما الآن، ما هي زكاة الفطر؟ ما مقدارها؟ مقدار زكاة الفطر صاع من طعام كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخرج من غالب قوت أهل البلد كالأرز أو الزبيب أو التمر أو القمح، ويخرج صاع من طعام، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين المعتدلين. وسنطبق هذا الأمر عمليا بإذن الله عز وجل، وسنقوم بوضع أربع حفنات من الرز أو أربعة أمداد. ويختلف الوزن بحسب الطعام المكيل. هذا عن شخص من المسلمين، وقد قدره أهل العلم بكيلين و40 جرام، أو كيلين و300 جرام، أو 3 كيلو، بحسب
الطعام المكيد كما أسلفنا. فنجد الآن أن 4 أمداد من الأرز 2 كيلو و100 جرام. فإن ضربك ريب أو كان في قلبك شك فزد ما شئت وسر ربك القبول. هذا إخواني، وأهيب بكم جميعا أن نحيي هذه السنة في بيوتنا، وأن نجمع أولادنا، وأن نضع 4 أمداد عن فلان ثم عن فلان ثم عن فلان، نعرفهم هذه الشعيرة التي علق الله عز وجل الصيام بها ليطهرنا بها جل في علا. ثم نصلي الفجر من يوم العيد، ثم نخرج مع أبنائنا ونوزع الصدقة ونسأل الله عز وجل القبول. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد عليكم هذا العيد بالخير والسلامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.